أهلا بكم إلى هذه النشرة من الميادين وتتابعون في عناوينها. الجيش الإسرائيلي يقطر سفينة ماريان لكسر الحصار عن غزة إلى ميناء أسدود بعد الهجوم عليها في البحر. اتفاق يقضي بالإفراج عن الشيخ خضر عدنان في 12 من الشهر المقبل مقابل فك إضرابه عن الطعام. أبشروا بالدم، أبشروا بالموت، فتحسسوا رقابكم يا أعداء الله. داعش يبث تسجيلا صوتيا يزعم أنه لمفجر مسجد الإمام الصادق في الكويت. سيطرت سفن البحرية الإسرائيلية على السفينة السويدية ماريان التي تقود سفن أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة. ناطق باسم أو بلسان الجيش الإسرائيلي قال أن المتضامنين رفضوا التعاون مع أوامر الجيش، لكن جنود الكوماندوز البحري سيطروا على السفينة من دون أي مواجهات أو إصابات، وقد نقل ركابها إلى ميناء أسدود. مراسل الميادين أشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية أشرف شخصيا على العملية. السفينة ماريان تحمل 18 متضامنا بينهم عضو الكنيسة باسل غطاس، ويتكون الأسطول من 5 سفن صغيرة على متنها 70 ناشطا من 20 دولة بينهم الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، وهي لم تصل حتى الآن إلى سواحل غزة. أعلن نادي الأسير الفلسطيني التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء إضراب الشيخ خضر عدنان عن الطعام مقابل الإفراج عنه في 12 من شهر يوليو تموز المقبل، على أن يعقد مؤتمر صحفي اليوم في رام الله لإعلان تفاصيل الاتفاق. رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدور فارس أكد أن الاتفاق إنجاز وطني وانتصار لإرادة الشيخ عدنان، فيما أعلنت زوجة الأسير عدنان أن الأخير فك إضرابه الليلة الماضية بحضور العائلة التي زارت. وكان المئات قد اعتصموا أمام مشفى صرفند وهتفوا تضامنا مع الشيخ عدنان. أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو أن بلاده على أهبة الاستعداد لكافة الاحتمالات حيال أي انتهاك يستهدف الحدود الجنوبية مع سوريا والعراق على حد تعبيره. لا محل للقلق من أن تصل نيران الحروب الدائرة في المنطقة إلى تركيا، لأننا سنبذل ما بوسعنا من جهود من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة. وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أكد أن مجلس الأمن القومي في تركيا سيبحث في اجتماعه اليوم مسألة التدخل العسكري في سوريا. تصريح أوغلو جاء بعد تسريبات صحفية ذكرت أن الجيش التركي يتريث في تلبية خطة للتدخل العسكري في سوريا دعما للمسلحين. ما هي المناطق التي قد يدخل منها الجيش التركي للأراضي السورية بحسب خطة الحكومة التركية وفق ما أفادت به تسريبات صحفية؟ تفاصيل مع أحمد عبد الله. أهلا بكم. تقدم الوحدات الكردية شمال سوريا واستعادتها مناطق كانت خسرتها سابقا لم يقلقا مقاتلي داعش فحسب، بل مثلا مصدر قلق لتركيا بذريعة تخوفها من إقامة دولة كردية على حدودها. تحت هذا العنوان أبدت تركيا على لسان رئيسها رجب طيب أردوغان استعدادها للتدخل بريا في سوريا بحجة منع إقامة هذه الدولة. تفاصيل هذه الخطة بحسب ما سربته الصحف التركية تقضي بدخول 12 ألف جندي إلى المدن المحاذية للحدود التركية، وذلك لإقامة منطقة عازلة بذريعة حماية الحدود التركية من تهديدات المتطرفين من دون تسميتهم. الخطة التي باتت محل جدل واسع داخل الأوساط السياسية التركية تقضي بدخول الجيش إلى منطقة جرابلس شمال شرق حلب قرب الحدود التركية، وهي الهدف القادم للوحدات الكردية بطريقها لربط عفرين بعين العرب، وكذلك الدخول إلى مدينة مارع شمال حلب على بعد 25 كيلومترا من الحدود التركية. الحديث عن تدخل بري تركي في سوريا في هذا التوقيت يأتي بعد فشل خطط السلطات التركية سابقا بإقامة منطقة عازلة تمتد على الحدود مع إقليم هاتاي بعمق 20 كيلومترا داخل الأراضي السورية، وتشمل حدودها المفترضة مناطق مثل جسر الشغور وشمالا إلى عفرين وأعزاز وشرقا إلى أطراف محافظة الحسكة ومناطق سيطرة وحدات الحماية الكردية. تركيا التي شكلت أراضيها معبرا للمسلحين إلى سوريا
تتحدث حكومتها اليوم أيضا عن نيتها بناء جدار عازل على طول الحدود مع سوريا بهدف منع تسلل المسلحين من دون تحديد هويتهم. وبحسب الصحف التركية فإن الجدار المزمع بناؤه سيبلغ ارتفاعه نحو 4 أمتار، وسيتم شق طريق موازن له داخل الأراضي التركية بتكلفة تقدر ب10 ملايين دولار. أفاد المرصد السوري بوقوع اشتباكات بين الجيش السوري والمسلحين جنوب بلدة حضر بريف القنيطرة. وفي السويداء أشار المرصد إلى تقدم للجيش السوري في محيط تل الشيخ حسين قرب مطار الثعلة العسكري على حساب المسلحين. تراجع المسلحين في درعا خلف اتهامات متبادلة بين فصائلهم وهجمات متبادلة. الاتهامات تظهر في تسجيلات صوتية نشرت على صفحات المجموعات المسلحة على الانترنت تتحدث عن مهاجمة لواء التحرير لغرفة عمليات المسلحين. شوف يا أخي، وضح لنا الصورة، مين اللي مهاجمين غرفة العمليات؟ جماعة لواء التحرير من فرقة 18 آذار فاتوا معاهم بكثيرات، وكل واحد شايل روسيتين الأغلب، فاتوا اطلاق نار كثيف على الآليات تبع القادات، وفاتوا يغوصوا ضمن جوة غرف العمليات وهاجموا علينا على المكتب الإعلامي بقواهم وبسلاحهم. أنا من 5 سنين بشتغل ضد النظام، ما شفتش أي خوف مثل اليوم اللي خفته. أجلون أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله إنه ترتيب مع القادات كيفيته العمل، وكلها أوامر من المك، وحياه كتاب الله كلها أوامر من المك قاعد تيجيهم، وقفوا العمل فشلوا العمل. أقسم بالله أقسم بالله ما بدهم ولا أي شبر يتحرر بحوران، ولا بدهم أي شيء، ما برزقوا لهم وهذا طلع معي. أقسم بالله ما بدهم أي شيء يتحرر. تعالت أصوات أهلية وشبابية مختلفة في قرى الجليل الفلسطيني الأعلى مستنكرة تدخل إسرائيل ودعمها لجبهة النصرة، ونددت تلك الأصوات بالمواقف الإسرائيلية الداعمة للنصرة التي تحاصر قرى عدة في الجولان السوري المحتل. نسرين سلمي. قد تكون بداية لثورة يشهدها الشارع الدرزي في الجليل الفلسطيني، تحركات بدأها الشبان هناك غضبا لما يتعرض له أبناء طائفتهم في جبل العرب تحديدا في حضر. غضبهم أشعله دعم إسرائيل لعناصر جبهة النصرة. أي تدخل لدولة إسرائيل إن كان لصالح أو ضد الإخوان الدروز في جبل العرب بده يكون له السلبيات أكثر من الإيجابيات. إحنا رافضين وبنرفض وبدنا نرفض أي تدخل لدولة إسرائيل أو لأي دولة ثانية. تحركات أبناء طائفة الموحدين العرب وصفها البعض بالحمية الطائفية لنصرة أبناء جلدتهم، لكن عدد من الشبان وحتى شيوخ الطائفة أكدوا أنهم يعبرون عن دعمهم لا فقط لدروز سوريا وإنما لكل السوريين في مواجهة الحركات التكفيرية. الحكومات الإسرائيلية الموجودة اليوم تدعم الإرهاب الموجود في الدول العربية إجمالا، من اليمن إلى الجزائر وإلى سوريا وإلى لبنان قبل، يعني بكل بأدوات ظاهرها إسلام وباطنها غربي. ولعل اللافتة في قرى بيت جن ودالية الكرمل وغيرها من القرى الدرزية هو تمرد بعض الشبان على قرارات رؤساء الطائفة الموالية لإسرائيل. فيش دخل للمؤسسة الإسرائيلية في هاي، ممنوع تقعد على جنب ولا تدعم هون ولا هون، مش مطلوب منا إلا تقعد على جنب، أما إنه ولا تساعد الجبهات التكفيرية في علاج ولا في تمويل سلاح ولا في أموال ولا في شيء. تحركات شباب بني معروف كانت بدأت من قبل حصار حضر، عندما بدأت مجموعات منهم برفض التجنيد الإجباري في صفوف الجيش الإسرائيلي تحت شعار أرفض شعبك يحميك. قد تكون هذه البداية لعودة دروز الجليل إلى جذورهم الوطنية ورفضهم للسياسات والممارسات الإسرائيلية. نسرين سلمي من قرية بيت جن في الجليل الأعلى، الميادين. بث تنظيم داعش تسجيلا مصورا يقول فيه أنه وصية أبو سليمان الموحد منفذ التفجير في أحد مساجد الكويت، وتوعد الموحد بشن المزيد من الهجمات. الروافض أعداء الله في كل مكان عامة وفي الكويت خاصة، نقول لهم أبشروا بما يسوءكم يا أعداء الله، فقريبا قريبا ترون العجيبة.
أبشروا بالدم، أبشروا بالموت، فتحسسوا رقابكم يا أعداء الله، فإن والله لكم بالمرصاد، وسنقعد لكم كل مرصد، والقادم أدهى وأمر بإذن الله. في الكويت لا تزال مراسم العزاء لشهداء التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجد الإمام الصادق مستمرة في مسجد الدولة الرسمي. تقرير محمد السواد. للمرة الأولى في تاريخ هذا المسجد الكبير، أو كما يطلق عليه الكويتيون مسجد الدولة، تفتح الأبواب لمراسم العزاء لشهداء مسجد الإمام الصادق بطلب من العاهل الكويتي. أراد الكويتيون من تقبل العزاء في هذا المسجد أن يقولوا بأن سنة وشيعة متحدون في وجه الإرهاب، وأن الخطر الذي ضرب مسجد الإمام الصادق لن يستثني مسجدا دون الآخر. من 20 سنة ولا أكثر الدم الكويتي التحم في بيت القرين بين السني والشيعي، والآن لما تعرض مسجد الإمام الصادق لمثل هذا التفجير التكفيري والتخريبي، الآن صار تبادل بين الدماء في بنك الدم. هذا أصدق تعبير، احنا ما حد يستطيع أن يعني يضرب بيننا، ولكن أوصي عموم الناس أنهم يلتزمون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. السلطات الرسمية في الكويت على المستويات كافة أعلنت الاستنفار العام، وأنها بكل وضوح ستحارب المجموعات الإرهابية ومن يحتضن الفكر التكفيري في البلاد. ولعل أول الغيث كان تصريح وزير التربية الكويتي بعد حادثة التفجير عن سعيه إلى تطهير المناهج التربوية من الأفكار المتطرفة وتلك التي تحض على تكفير الآخر. بكل تأكيد وزير التربية مطالب بأن يعيد النظر في مناهجه، لأن هناك في المناهج ما أسسه لفعل كهذا، لأن يجد بعض المضللين ضالتهم في هذه المناهج. وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أيضا كذلك، دور العبادة لتكون دور عبادة حقة. لكن هنا على هامش العزاء وفي كل مجالس الكويت تقريبا تطرح تساؤلات عدة حول الدور المستقبلي ومدى جدية الدولة في مواجهة الفكر التكفيري. تطلب من السلطة التنسيق مع دول مجلس التعاون حول هذا الموضوع. القضية مو قضية دولة ولن تتوقف عند دولة. أنا أعتقد أن الهدف هو دول مجلس التعاون، ولكن دولة وراء دولة. مهما اختلفت وجهات النظر حول محاربة هذا الفكر التكفيري في الكويت، تبقى حقيقة وجوده واضحة لا ريب فيها، وأن سياسة النأي بالنفس التي كانت تفعلها الكويت في كثير من القضايا لم تمنع الإرهاب من الوصول إليها. محمد السواد، الكويت، الميادين. تفجيرات الكويت دفعت وزارة الداخلية في البحرين إلى إعلان خطة أمنية لحماية دور العبادة، وتشمل هذه الخطة مراجعة الإجراءات المعمول بها، إضافة إلى تفقد ميداني لأماكن العبادة وللإجراءات فيها، والتنسيق مع القائمين عليها لترشيح متطوعين للمساهمة في الحماية. كذلك تنص الخطة الأمنية على إخضاع المتطوعين لبرامج تدريبية وتأهيلية للمدنيين في مجال الدفاع المدني والإسعافات الأولية. في تونس أقر المجلس القومي للأمن الإجراءات الأمنية كافة التي أعلنتها الحكومة. الرئيس الباجي قايد السبسي طالب الحكومة باتخاذ إجراءات استثنائية وبالعمل على توفير الحاجات العاجلة للجيش وقوات الأمن. من جهته أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد تفعيل الإجراءات على نحو فوري والتباحث في قرارات لاحقة، بينها مسألة استغلال المجموعات الإرهابية لخدمات الإنترنت. مجلس الأمن القومي يدرس سبل تطويق ظاهرة الإرهاب، مراقبة الفضاء الافتراضي في الحسبان، وإجراءات استثنائية قد ترى النور قريبا. الحكومة بادت واخذت عدة إجراءات فورية، وانطلقت بعد في إنجاز هالإجراءات، وتم عرض الإجراءات الأوقاع اتخاذها على مجلس الأعلى للأمن القومي. مقررات خلية الأزمة عقب مجزرة سوسة في طريقها إلى التطبيق. وزير الداخلية يعلن عن تسخير 1000 عنصر أمن مسلح داخل وخارج المنشآت السياحية، بالتزامن مع تجديد الرقابة على معبر رأس جدير
ومنع السفر إلى ليبيا لمن هم دون 35. فيما يتخوف المراقبون من تغيير المجموعات الإرهابية في تكتيكاتها مما يعرف بالذئاب المنفردة إلى عمليات شديدة الوقع تستهدف مدنيين والمنشآت الحيوية. السؤال، ماذا لو تمت عملية متزامنة تشمل أكثر من موقع في نفس الوقت، أكثر من هدف في نفس الوقت، وما هو كم الأذى الذي يمكن أن تحدثه في بلادنا؟ حتى دون تنظيم داعش ثم مخاطر، لدينا خلايا موجودة، قيادات تونسية تنضوي إلى هذه التنظيمات، خلايا لا تجد لها وظيفة في الحياة بحكم أنها معدة للموت وتنتظر فقط اللحظة المناسبة. رمضان يمثل قوة طاقية كبيرة وروحية كبيرة لهذه التنظيمات. ترقب لنتائج التحقيقات حول ملابسات الهجوم يخيم على المشهد في تونس، سيما أن دولا غربية اشترطت السماح لرعاياها بزيارة تونس لقاء مشاركتها في التحقيقات. الدولة التونسية تقرر الضرب بيد من حديد، فالمواجهة مع الإرهاب أصبحت مفتوحة على كل الاحتمالات، وتغيير استراتيجية التوقي بات أمرا حتميا. بلال مبروك، تونس، الميادين. أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية مقتل إرهابيين اثنين في منطقة عين الدفلة جنوب غرب العاصمة الجزائرية. وفي بيان لها أفادت الوزارة بأن كمينا أدى إلى مقتل الإرهابيين وإلى مصادرة أسلحة منهما. إلى هذا رفع الجيش الجزائري درجة التأهب على طول الحدود مع تونس وليبيا، وذلك على خلفية الاعتداء الإرهابي الذي استهدف فندقا سياحيا في مدينة سوسة التونسية. أغارت طائرات التحالف السعودي على منطقة صرواح في مأرب وعلى وسط منطقة النظير في رازح بصعدة شمال اليمن. كذلك استهدفت الغارات مناطق دار سعد والتواهي وخور مكسر في عدن وحبيل الوبح في الضالع. وفي محافظة أبيان أفاد مراسل الميادين بوقوع اشتباكات بين الجيش اليمني وقوات موالية للرئيس عبد الرب منصور هادي في منطقة الكود على مدخل زنجبار. أفاد مراسل الميادين في فيينا بتمديد المفاوضات النووية بضعة أيام، وأضاف أن الوفد الأمريكي تقدم باقتراح يتجاوز عقدة مراقبة المنشآت العسكرية الإيرانية ومقابلة الخبراء النوويين مقابل تقديم طهران شرحا وافيا عن أنشطتها النووية. هذا وقد غادر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى طهران على أن يعود في الساعات المقبلة إلى فيينا لاستئناف المفاوضات. أجواء اتسمت ببعض الإيجابية عكستها لقاءات اليوم الثاني من مفاوضات فيينا. اقتراحات جديدة وضعت على طاولة المفاوضات، منها ما حقق تقدما لجهة تسوية تتعلق بشرط مقابلة الخبراء النوويين واستبداله بتقرير شفاف من قبل إيران حول نشاطها النووي الماضي والحالي، ومنها ما لا يزال يراوح مكانه كمراقبة المنشآت العسكرية. اقتراحات مختلفة استدعت سفر وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف إلى طهران. تصريحات وزراء المجموعة الدولية الذين انضموا إلى حوار فيينا استندت بمعظمها إلى اتفاق لوزان كمرجعية للاتفاق النهائي. هناك عدة تباينات في تفسير بعض تفاصيل ما اتفقنا عليه في لوزان. لدينا الكثير من التحديات إذا ما أردنا الوصول إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة، وعلينا أن نعمل على حل هذه القضايا. هناك خطوط حمراء لا يمكن تخطيها، علينا جميعا أن نأخذها إذا أردنا الوصول إلى اتفاق. نسعى إلى تشجيع الحوار من أجل المحافظة على التقدم الذي حصل سابقا في اتفاق لوزان، والاتفاق يساهم في المحافظة على الاستقرار ليس في الشرق الأوسط فحسب، إنما في العالم أجمع. وإفساحا في المجال أمام منح المفاوضات المزيد من فرص النجاح، يستعد المفاوضون لإطالة أمد إقامتهم في فيينا إلى ما بعد الموعد المقرر مطلع تموز المقبل. يمكنني التأكيد أن الإرادة السياسية موجودة، الجميع أظهروا إرادة سياسية، حتى أننا طلبنا من المفاوضين بأن يواصلوا فورا مباحثاتهم للتوصل إلى اتفاق. نحن متمسكون بالمهلة الزمنية التي ستنتهي في 30 من الشهر الجاري. إذا كانت الحاجة تتطلب زيادة بضعة أيام للتفاوض لا بأس، ليست نهاية العالم، لكننا لن نغير الموعد المحدد.
المهم خلال الساعات والأيام المقبلة أن نضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لوزان لتحويله إلى نص اتفاق مكتوب ونهائي على الجميع بمن فيهم إيران التحلي بإرادة سياسية والتصرف بشكل بناء وبمسؤولية خلال هذه المرحلة. الاقتراحات الجديدة لتحريك العملية التفاوضية شملت أيضا آلية رفع العقوبات في محاولة لإيجاد قاسم مشترك بين شرط إعادة فرضها تلقائيا في حال الإخلال بالتعهدات ورفعها بالتزامن مع توقيع الاتفاق. اقتراحات جديدة وضعت على طاولة المفاوضات استدعت مشاورات على أعلى المستويات في طهران، لكن أجواء اللقاءات الإيجابية الأخيرة لم تحجب بعد حجم الخلافات المتبقية. موسى عاصف ينا، الميادين. أفادت وسائل إعلام ليبية بحصول اتفاق مبدئي بين الأطراف الليبية في الصخيرات المغربية على مسودة معدلة للمقترح الأممي لإنهاء الأزمة في ليبيا. الوسيط الدولي في الأزمة الليبية برناردينو ليون خاطب وفدي برلماني طبرق وطرابلس اللذين اجتمعا للمرة الأولى على مائدة إفطار رمضاني بالقول أن ما سيتحقق هذه المرة سيكون حلا نهائيا، وحتى لو بدا هذا الحل صعبا فأنه متأكد من أنه سيكون الحل الصائب. أقر البرلمان اليوناني اقتراح الحكومة إجراء استفتاء شعبي في الخامس من الشهر المقبل على خطة الإنقاذ المالي، وفيما حذر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فاز من مخاطر حقيقية بخروج اليونان من منطقة اليورو. أعلن صندوق النقد الدولي استعداده دوما لمساعدة أثينا وحث على اتخاذ الإجراءات الاقتصادية اللازمة لتفادي الأزمة المالية اليونانية. لا يبدو رئيس الحكومة اليوناني أليكسي تسيبراس وحيدا في مواجهة الاتحاد الأوروبي، فأكد أن اليونانيين ليسوا ضيوفا كي يخرجوا من هذا الاتحاد. اليساري المغمور استنجد بشعبه للرد على مطالب الاتحاد الأوروبي التي وصفها بالمذلة للشعب اليوناني. هذا الاستفتاء لم يكن ينبغي أن يتم، لكنه حاصل. سنصوت بوضوح، ليس من أجل أي مساومة، ذاهبون للتصويت لنبقى في منطقة اليورو، لأن التصويت بلا يعني الخروج من اليورو وأوروبا، ولكي لا تلتبس الأمور عليكم لأن هذا يساوي الانتحار. أثينا مهد الديمقراطية المباشرة تعود إلى أصولها، وشعبها سيحدد لا مصير اليونان بل وربما مستقبل منطقة اليورو. الأوروبيون رفضوا منح اليونان شهرا إضافيا لتسوية أزمة الديون التي تعصف بها والتي طالت شظاياها دولا أوروبية عدة. صندوق النقد الدولي المشهود له بوصفاته التقشفية ومحاباته لسياسة السوق المطلقة وضع شروطا يصفها اليونانيون بالمذلة، فنظموا التظاهرات احتجاجا عليها. الرد سيكون في صناديق الاستفتاء الشعبي في الخامس من تموز يوليو المقبل، وبحسب المؤشرات سيرفض اليونانيون وصفات صندوق النقد الدولي، ما يعني عدم الإفراج عن أكثر من 7 مليارات يورو بموجب برنامج الإنقاذ. المعارضة وصفت الاستفتاء بالخطوة الخطرة. أعتقد أن إعلان الاستفتاء كان خطوة محفوفة بالمخاطر من قبل الحكومة، والشعب اليوناني سيعطي الإجابة اللازمة حتى يتسنى لنا البقاء في الاتحاد الأوروبي. ويذكر أنه خلال السنوات 15 الماضية ارتفعت ديون اليونان إلى 320 مليار يورو مقابل انخفاض معدلات الانتاج، لذلك لم يعد بإمكانها تسديد هذه الديون، وأصبحت اليونان أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي حيث ارتفعت نسبة البطالة إلى 25%. والآن إلى فقرة الماضي الحاضر.